بس يا ستي وانا شغال في دماغ زبونه زي كده لقيت لك واحده واقفه قدامي تقول لي هنغسل امتى يا عاصف؟ قلت يا مصيبتي ده انا نسيتك اصلا. انا مش فاكر امتى حطيت لها الصبغه، بقى لها اكثر من ساعتين ونص ما بقتش عارف اعمل ايه. رحت حاطط دماغها في الحوض وقعدت اغسل وعينك ما تشوف الا النور، لقيت الوان غريبه. يخرب عقلك وتصرفت ازاي؟ لفيت دماغها بالفوطه وقلت لها ثانيه واحده هعمل تليفون واجي لك على طول. رحت واخد بعضي وماشي بسرعه وسمع ورايا بقى شتايم والفاظ وبلاوي. وبعدين يا عاطف ايه اللي حصل؟ وحياتك ولا اعرف، ما عدتش اصلا ناحيه المحل تاني ولا هوب ناحيه الشارع من اوله. لا يا عاطف لا، ده انت على كده بقى الواحد يخاف منك. لا ما تخافيش، ده كان زمان يا ست الكل، كنا لسه بنتعلم. ايه القمر ده؟ صباح الخير. صباح النور. ايه يا نسمه اتاخرتي كده ليه؟ مستر محمد سال عليك. معلش كان عندي ظروف. كويس انك جيتي يا نسمه، عايزه اغير لون المانيكير. حاضر من عينيا الاثنين. قلت لاخوكي؟ لا لسه. هو ايه اللي لسه؟ ما بلاش شغل الكيرلي ده وتعالي ليس على طول. هو اخوك رفضني؟ انت بتفهمش؟ بقولك ما كلمتوش اصلا، امبارح كان معكوش في القسم في قضيه قتل. ايه؟ شاهد مش متهم، كان انقذ واحد من الموت وكانوا بياخدوا اقواله. يا نسمه هو انتوا لسه؟ هنعمل ايه يا مدام؟ والله العظيم كل ما اجي افتحه في الموضوع تحصل اي مصيبه، مش عارفه نصيبنا كده. بقولك ايه يا نسمه؟ انا هقولك المفروض المختصر في بنسه واحده، لما كنتش تقولي لاخوكي انا هروح اطب عليه في الشغل وهقول له على كل حاجه خبط لزق. الله يو ده ماله ده؟ بيحبك يا نسمه يعني انت مش عارفه؟ عارفه والله العظيم عارفه. والله يا استاذ جابر انا ما عارف انت مستحمل الواد ده ازاي. ده انا ما بطيقوش الساعتين ثلاثه اللي بيجي يقعد فيهم في المستشفى. بالك انت انا لما بشوف الواد ده صدري بيعمل كده بينقبض. انا بتجنن منه. انا مش عارف البت دي متمسكه بيه ليه. طب ما اتكلمها يا استاذ جابر. وعي اتكلم وعي شتم ضربت مفيش فايده خالص. هي حرة بقى ملناش فيه. طيب هتكل انا بقى على الله عشان عندي مرور. بقول لك يا استاذ جابر انا عايزك تفهم الحاج سليمان يعني ان انا عامل معاه واجب وبنقض له الشغل نقضه صح. طب ويمين بالله وملك عليا يمين انا شغال معايا 20 تمرك في الشغلانه دي اقل ما فيهم بياخد له 300 جنيه. ما هي شغلانه خطره وانت عارف. طب كويس عشان ده بقاله كذا مره بيشتكي من القضاء. طب وغلاوتك عندي ان انا المره دي بعت له شويه شغل على فوق يعني شويه سرنجات على شويه كانيولات وكلها بقى بلاستيكات وازازات انما ايه مش محتاجين غير غسله صغيره بالميه والصابون ويرجعوا جداد كان مفيش حد فتحها. بس انت بقى قول له راعيني. حاضر يا فرماوي. طيب هتكل انا على الله بقى وانت خد بالك وانت ماشي. ربنا يستر طريقك. يا رب. بط يلا يا جدع انت وهو. الله احنا هنقضي اليوم كله هنا شهله. امال احمد عبد العزيز 6 ب يعني ايه؟ ما هو ده اللي هيجنني يا صبري. الراجل ما لحقش يقول لي على اي حاجه، كان لسه ناوي يحكي لي على كل البلاوي اللي بتحصل. فجاه الباب خبط، بعد شويه قمت عشان اطمن عليه لقيته غرقان في دمه. بقول لك ايه يا رضا، والنبي يا اخويا احنا مالناش دعوه بالكلام ده، الهي ربنا يسترها معاك. كفايه احنا مش ناقصين بلاوي، مالناش دعوه، كفايه البلاوي اللي عندنا. يعني ايه مالناش دعوه؟ ده الراجل اختارنا انا دونا عن بقيه الخلق كلهم عشان يحكي له. دي امانه يا صابرين. لا يا اخويا، عشان بقى الناس اللي قتلوه دول يدوروا عليك ويقتلوك انت كمان ودور في الشعار اشحت انا واخواتك من بعدك صح؟ امال احمد عبد العزيز، بصي هو تقريبا كده اسمه واحده ست. بقول لك ايه يا رضا؟ ما تخونش الست دي مراته وبعتت له حد يقتله لما عرفت انه بيخونها. ايه التخريف اللي انت بتقوليه ده؟ اولا مراته ما اسمهاش امال احمد عبد العزيز، ثانيا الست مسافره مع ابنها العيان، هي في ايه ولا في ايه؟ بس تبقى عشيقته. عشيقته اللي ماشي معاها من ورا مراته اللي سافرت مع ابنه العيان، لما عشيقته دي بقى عرفت ان هو مش هيكمل معاها قامت بعت له حد يقتل. هو انت ما فيش في دماغك غير الهبل بتاع النسوان ده؟ وبعدين لو افترضنا ان اللي انت بتقوليه ده صح، ستة به دي تطلع ايه؟ لا يا رضا بقول لك ايه؟ احنا مش هنسيب اللي ورانا واللي قدامنا وجوازتنا اللي مش عارفين لها اخر دي عشان نقعد ندور على امال احمد عبد العزيز. انت عارف كم واحده في البلد اسمها امال احمد عبد العزيز؟ ده يجي مليون واحده. جرى ايه بقى؟ هنسيب اللي ورانا كله ونقعد ندور هي انهي واحده في المليون دول؟ ما المشكله بقى ان اللي انا بدور عليها غير المليون اللي انت بتتكلمي عليهم. ليه بقى ان شاء الله؟ فيها ايه زياده يعني؟ فيها ستة به.
اتفضل الشاي يا حاج. امسك يا جابر، دول هتوديهم لفرماوي يوصلوا يا حاج. ودول عشانك انت. لا 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 لا، واخد حقي وبزياده يا حاج. امسك بس، انا عايزك تبقى مبسوط. وحد لا مؤاخذه يعرفك ولا ينبسطش يا حاج. قول لي بقى، اخبار الابله صابرين ايه؟ صابرين بنتي؟ اه. ايه انت مش ناوي تفرح بيها وتجوزها زي اخواتها ولا ايه؟ من بقك لباب السما يا حاج، والله البنت دي غلبانه وحظها قليل. ما تقولش كده يا جابر، صابرين دي ست البنات. اي ست البنات دي؟ بقالها 7 سنين مش عارفين نسطرها، ما انت عارف اللي فيها يا حاج. طب واللي عنده حل بقى يريحك ويريحها. يجي على كتفك. حل ايه يا حاج؟ لا الكلام ده ما ينفعش يتقال هنا. بكره اعدي عليك واقول لك اللي في جوفي، ولو اتفقنا يبقى صابرين بنتك دي كتب لها السعد والهاني. تأنس وتشرف يا حاج. اطمنا يا دكتور، انا مش عارف اتلم على جدتي من ساعتها. انا لسه جاي من المستشفى، حاطينه في العنايه المركزه وحالته صعبه جدا، دخل في غيبوبه تامه. يعني ما فيهاش، ما قالش اي حاجه لحد دلوقتي؟ لا يا رب دايما، محدش عارف الراجل ده لو فاق احنا هيجرى لنا ايه. ما هو ده اللي اخرني، قعدت لحد ما قريت كل التقارير بتاعته وقابلت الدكاتره بتوعه اللي بيعالجوه، عرفت ان هو في حاله صعبه جدا لدرجه ان هم عاوزين يسفروه بره. ما هو ده اللي انا خايف منه يا دكتور، انا خايف يسفروه بره ويعالجوه ويفوه بقى ويقوم لنا ويعيش هو في الحز والنعيم، واحنا هنا بقى يصطادونا واحد ورا التاني زي العصافير. كل ده من بوز الغراب اللي اسمه رضا، مش لو كان سابه كان ريحنا كلنا. وبعدين في السرادة ده اللي بينط لنا في كل حاجه، احنا مش هنخلص من الوش ده. مين؟ مين؟ افتح ياض. افتح ياض. بابا انتوا غيرتوا قانون الشقة؟ مش عايزين ناجي؟ اخص اخص. قانون ايه بس يا بابا؟ حضرتك جاي لي في الحلم، مش لازم تبقى واقعي قوي كده، خش على طول. الشقه اتبهدلت كده ليه؟ معلش بقى يا بابا، مش بقالها 10 سنين من ساعه ما حضرتك مت. 10 سنين؟ ما حدش بينضفها غيري؟ انت عايشين فيها ازاي؟ هو انت ليه محسسني ان انت جاي من الساحل يا بابا؟ وبعدين ما تاخذنيش يعني، انت جاي ليه؟ الله، انت متضايق ان انا جيت هلا ولا ايه؟ لا والله مش متضايق، بس انا يعني بقيت بشوف حضرتك بعد ما مت اكتر مما كنت بشوف حضرتك قبل ما تموت. هو انت مت وفضت لنا ولا ايه؟ بالعقل كده واحد ميت هيبقى ورايا ايه؟ ثم ايه كلمه ميت دي؟ مفيش حاجه الطف من كده يعني. ما تاخذنيش يعني يا بابا، دي الحقيقه. حضرتك عايزني اقول لك ايه؟ يا سلام، المرحوم خالد الذكر، اقول لك الغالي. يا سلام. وماله؟ ماشي يا غالي، أؤمرني. عملت إيه في موضوع الدكتور شريف؟ إيه ده؟ هو حضرتك عرفت؟ والله ما عارف أعمل إيه يا بابا. يعني إيه مش عارف؟ قدام الراجل هروح هدر؟ هي دي الأمانة اللي هو بقى منها لك؟ بقول لك إيه يا بابا؟ أنا مش ناقص تقطيم بكلام حضرتك ده. أنا أصلاً حاولت أفهم الراجل أي حاجة ما فهمتش. لا إله إلا الله. الراجل قال لك أمال أحمد عبد العزيز 6B. يا سلام. آه. أفهم إيه أنا بقى من الجملة دي؟ الموضوع شرح نفسه يا ابني. ايه اللي حصل لك ده؟ انت كنت بتفهمها وهي طايره. الله، عقلك صدى. رضا، انت بتكلم مين يا رضا؟ عدو. حليمه. لسه عايشة يا حليمة؟
انت مش وعدتيني وقلتي لي انت لو حصل لك حاجه يا سي عبدو انا كتير اسبوع واجي لك؟ ينفع بقالي 10 سنين بسال عليكي يقولي لي لسه؟ معلش يا عبدو، غصب عني يا حبيبي، ان شاء الله اجي لك قريب. بعد الشر عليكي، وحشتيني قوي. انت كمان قوي يا عبدو. يا جماعه يا جماعه، ما يصحش كده، عيب بقى، ما يصحش. بس يا حبيبي خليك في اللي انت فيه. بقول لك يا حليمه، عينين حليمه، كنت عاوز في كلمتين كده على جنب. هو انت لسه شقي يا عبدو؟ ده شقي ايه؟ ده انا بقيت عفريت. طب تعال. يلا. لا يلا ايه؟ يا حاج، يا ماما، يا جماعه راعوا وجودي. طيب يا جماعه ما يصحش كده، ايه؟ الله يا جماعه، ده كده بقى حلم ثقافي. انا لما دخلتك الجيش تاني. الله 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 الله، ليه كده؟ طيب يا بابا، يا حاج ما يصحش كده. يا بابا، يا ماما، ما تسمعيش كلامه.